Napoli. What do you do in the night? Maradona, يعبد عبادة. Quality of the my pasta. طعمة هذه ترن في الراس. It's very crust. السلام عليكم من الكوارتيري الإسبانيولي، أكثر المناطق الشعبية في نابولي. المنطقة هذه تسمت بالكوارتيري الإسبانيولي لأن زمان لما كانت نابولي مملكة واحتلوها الإسبان، الجنود الإسبان والعائلات متاعهم جوا سكنوا في المنطقة هذه. ولكن حاليا فيش إسبان هنا، كلهم طليان هنا، ولكن نوع مختلف من الطليان. كلهم يسوقوا في المتوات وكلهم هرجتهم واجدة. أنت في نابولي قاعد، وهذا صديقي فريدي. شاو شاو راجاتسي شاو توتي شاو توتي. فريدي تعرفت عليه بالصدفة وانا اتمشى هنا، وعنده مطعم بيتزيريا مشهور. عنده بيتزيريا حاجة صح صح، هيورينا الأسرار متاعت البيتزا متاعت نابولي. قبلها خلي نمشي ونشوفوا مارادونا. ما جيش نجول للكوارتيري الإسبانيولي الخطير هذا ما نديروش طلع علي مارادونا. الناس كلها لابسين تيشيرتات مارادونا. بيبا مارادونا. بامو شاو from Italy. إيطاليا؟ أرجنتينوس. From Argentina؟ أرجنتينوس. أوكي، very nice. طول ما أنت تتمشى هتشوف الصورة متاعتها على الجدار، هتشوفهم يبيعوا في القميص متاعها، هتشوف الناس لابستها، هتشوف الإعلام متاعت الأرجنتين ومتاع فريق نابولي ومتاع مارادونا. هنا ما نبلغش، أنا مارادونا يعبد عبادة. questo facendo un attimo. أول حاجة تجي عليها عيونك الأيقونة متاعت المكان والأيقونة متاعت الكوارتيري الإسبانيولي. الجدارية هذه من أشهر وأقدم الجداريات اللي اندارت لمارادونا هنا، وهي اللي خلت المكان هنا يتسمى بيازا مارادونا، ساحة مارادونا. تلقى الناس تجي تصور قدام الجدارية. نابولز وينر ويذ مارادونا اند بوت upon this palace and murales of the Maradona in 1987. Yeah. Yes. Is this the reason why people in Napoli they love Maradona, because they won the league? Yes. With him? Because for many problem of the Naples, Maradona give public of the Naples a joya. A paint of the, my friend. This one. Is a monster. Yes. This is a goal of the Maradona with the Juventus. This is very important because with the Juventus. Let's see the photo of Maradona in front of your pizzeria and eat some pizza. Yeah. Yes. This church for have a one shire miraculous shire, and every girl in every part of the world come in this church and sit upon this shire, and after. Have a child. How come? Yes, come on. Come. Church of Santa Maria Francesca, Casa della Santa. Inside, no. It's not allowed, huh? Yes. Okay. قبل بيوروني الكنيسة هذه، لكن ما صارش منها، ممنوع تصوير جوا. فصديقة قال لا بيوريكم حاجة تانية. يبي يعزمنا على القهوة بتاعت نابولي، قهوة نابوليتانا. خلينا نجربوها قبل البيتزا. Facciamogli vedere il nostro tipico caffè napoletano, come è fatto. 10. This is a short coffee. Short coffee of the Naples. Secondo te dovrebbe smettere di stare roba? Grazie mille. Prego a voi. So here you drink it with sugar? Yes, with sugar, yes. This is a cream, no coffee. This is a cream. نابولي مش مشهورة بس بالبيتزا. من لما وصلت هنا وانا نسمع عن القهوة، لكن جات فرصة اني نجربها وتو بالصدفة ازموني عليها. ديفي جيراري. في جيراري. ديفي جيراري. مخلطة واجد لدرجة انها تبقى كريمة. بسم الله. Dopo di lights. No, no, no. This is a story. I am really. This is stories. Come diciamo? Character جاي هنا. Okay. Yes, you know Nenella. Yes, this is the story of the Naples, story of the world. القهوة لذيذة جدا، تفرق واجد عن القهوة متاعت روما ومتاعت باقي إيطاليا، لكن بالنسبة لي المستوى واحد، حسيتها نفس الشيء.
What's the difference between this coffee and another coffee? Roma and other yes, coffee. Yes, because a coffee of the Naples have are a short coffee. Short. It's very very strong coffee. Yeah, yeah, yeah. Yes. I noticed. لاحظت طعمتها مركزة جدا. Nice to meet you. Thank you very much. Bye. Have a nice day. Thank you. لو تسأل أي واحد إيطالي من أي مدينة في إيطاليا برا نابولي وتقول له شن رأيك في نابولي؟ هيقول لك نابولي هيسكت شوية كي. المدينة هذه مختلفة. إيطاليان حول إيطاليا عندهم تحفظ على المدينة هذه. This is fantastic. الضحك متاع خلي عندي فضول نعرف شن الكلمة هذه اللي بيترجمها تو. شكلها كلمة الترجمة متاعتها هنحط تيت. Allora, Lota sta a significare è una terra intrisa d'acqua e scarsamente consistente, stato di contrasto con la pulizia e la della decenza. Punto 2. Di persona vergognoso, disonesto, immorale, indegno, scandaloso, turpe, osceno, riprovevole, infame, spregevole, abominevole. Secondo esempio, sono napoletano e tifo Juventus. يقلوطة الله يراي به لوطة كلمة نابوليتانية طبعا اللغة النابوليتانية مختلفة كليا ما هيش لهجة How dangerous is the quartiero espanoli? Not now because 20 years ago it's very very dangerous because yes for a camorra What's for a camorra? Camorra are a typical group of the Naples Yes, a rival band. Yes. Yeah. And now no have this problem, because for advent of the tourism, now this quarter is very important. Uh-huh. And 20 years ago, in this quarter, had another quality of the life. Yeah. Because only drug, prostitution, and sparatoria. Pum pum pum. Now. It's safe, yes. No, it's safe. نبعد شوية عن إيطاليا ونمشوا لخط زمني آخر. أنا حالياً قاعد في سانت لوشا، موجود في المطار. طيارة متاعتي متأخرة ساعتين، ولكن جوي أحلى جو. قاعد نشتغل على اللابتوب متاعي وقاعد ناكل. فنبي نشارك معكم حاجة ناس واجدة مش مستفيدة منها. الاستراحات متاعت المطارات. غرف الدلع أنا مسميها. تقعد في مكان VIP في انترنت سريع في قاعدة مريحة فيه أكل لذيذ في أغلب المطارات نعطيكم مثال الأكل لذيذ في بعض اللاونجز هذينا لدرجة أن في مطار اسطنبول مثلا عمدا نتجنب أني ما ناكلش حاجة قبل المطار في اسطنبول عشان نقدر نستمتع بالأكل متاع اللاونج متاعهم متبقاش تبرم في المطار تدور في بريزة هنا عندك مكان تشحن فيه عندك الماكينة متاعت القهوة تاخد أحلى كابتشينو ولا مكياتو منها أو مكياطة كيف ما نقوله طبعا قيمة الدخول للاونجز هذينا أغلب المطارات في العالم أكثر من 50 يورو بس أنا قاعد كل بعد كم يوم نسافر والقيمة هذه ما ندفعش فيها شن التكنيك اللي تبي تديره عشان تقدر تستمتع باللاونجز هذينا تستفيد من وقتك في المطار وتبقى متريح على خير في أكثر من طريقة أول طريقة اللي هو موضوع النقاط شخصيا عندي أنا مستوى الجولد مع الستار ألاينس واللي هو اتحاد الطيران اللي فيه عدة خطوط زي خطوط تركية المصرية سنغافورية وغيرها لما تسافر على أي واحدة من الخطوط هذينا تبقى تجمع في نقاط وما بعضهم لما يوصلنك لمستوى معين تبقى تدخل على اللاونجز هذينا وعندك امتيازات تانية طبعا هذه واحدة من الطرق ولكن عشان تقدر توصل للمستوى اللي داخلك لللاونج لازم تسافر واجد معهم وفي إشكالية ثانية حتى لو أنت واصل للمستوى الذهبي ما تقدرش تستعمل اللاونج إلا لو أنت قاعد مسافر على واحدة من الخطوط اللي هي في الاتحاد متاع الطيران هذا واللي هو في المثال اللي نحكي عليه توه ستار ألاينس في غيره في ون وولد وفي أسماء ثانية من الاتحادات بس فلنفترض أني توه مسافر على رحلة مع خطوط أنا ما عنديش معها المستوى يدخلني اللاونج هنا يجي موضوع البطاقات الائتمانية اللي تدخلك أغلب لاونجات العالم شبه أي مطار بقيت نقدر ندخل اللاونج متاعه مهما كانت خطوط اللي أنا مسافر عليها مجرد أن يكون عندك بطاقة ائتمانية دقيقة في الشنطة هذه البطاقة اللي نحكي لكم عليها والكلام هذا في ليبيا عندنا بطاقة الماستر كارد اللي هي تعتبر World Elite البطاقة هذه تدخلك أغلب لاونجات العالم وتعطيك امتيازات تانية تواجدات وين تلقوها في مصرف اليقين في ليبيا نعم هذه دعاية ولكن مش أي دعاية أنا ندير فيها ما نديرش إلا في الحاجة اللي هي أنا مقتنع بيها ونشوف فيها أنها مفيدة Your mama? Yes, my mother. Hello. Her name is Rossana. Rossana. Donna Rossana. This is a girl of the, my life. سيداتي سادتي إذا أنتوا كيفي تعشقوا حاجة اسمها بيتزا
وبيتزا نابوليتانا اربطوا الأحزمة لان حنتعلموا الطريقة الأصلية الأسرار متاعت البيتزا نابوليتانا ليش هذه ألذ بيتزا في العالم. Hello, ciao. Live in Bangladesh. Yes, this is fantastic man, and I give every my maestria I give up for this man. Very nice. واحدة من علامات الجودة متاعت البيتزا النابوليتانا هي طريقة صنع العجينة متاعتها. This is a lievito. آه الخميرة. Yes. Okay. Allora, have for a first phase, have a 7 liter of the water inside lievito. المية طبعا لازم تكون مسقعة، إذا أنت موجود في الصيف يحطولها في تلج. 70 باستا بيتزا of the pizza. نوع الدقيق أو الفرينة هنا حاجة مهمة، لازم تكون حاجة بجودة عالية، وهذه اسمها ميلوني how to say مولينو موليني بيتسوتي. Now for 3 minutes جيرا. أوبلا. This is a first phase. Olive oil. Olive. Yes, yes. Olive oil. قاعد ياخذ فيها من العجانة ويحط فيها في الحافظة هذه. يمزق فيها تمزيق ويدخل في الهواء بيناتهن. الفكرة من اللي قاعد يدير فيه توه أنه يبي الهواء يدخل. اللي تشوفوا فيها هذه كلها يبي يسكر عليها وبيخليها تبات يوم كامل. اليوم كامل هذا تبي تنتفخ فيه العجينة بسبب الخميرة. أهم حاجة هنا عندنا توه الهواء. الهواء هو اللي بيخليها خفيفة. For the first phase, take a pasta outside. In a temperature normale. Normale, bravissimo, normale. For a 1 hour outside. And after 1 hour, take pasta inside in a refrigerator. First phase, it's okay. See you tomorrow. العجينة هذه حتستعمل عشان البيتزا متاعت بكرة. فحنستبقوا الأحداث نحنا وحنجيبوا عجينة أخرى توا اللي هي مديورة من يوم أمس. What's this? She's a pasta. This is a lievito. This is a second phase. For a closed pasta, ما فيش حاجة عشوائية هنا. كل حاجة محسوبة بالجرام. المية، الخميرة، العجينة، كل شيء بحسابه. This is a second pasta. Have a one day. It's bigger. It's aiolo. Bye. One second, guys. One second. Yes. أنا مستغرب. شايفين العجينة اللي كانت قطعة صغيرة خشت في بعضها كلها بعد ما انتفخت وردت قطعة واحدة كبيرة. حاليا بدأت المرحلة الثانية. طلع الباستا من الثلاجة حطها في العجانة ويبقى شوية شوية يضيف لها في المية والملح والخميرة اللي يوزنهم بالملي قبل شوية. It's pasta for a 75 pizza. How many pizzas do you sell per day? 300-400 pizza for one day. ما شاء الله. Our best chef محمد. Yes. داليم. Are you ready? Yeah. Okay. بادو. 10 دقائق بسرعة معينة وبعدها 3 دقائق بسرعة أخرى. Water and put it inside. السرعة الثانية. Complete. تمت العملية بنجاح. Quality of the my pasta. This. Look, this is a Spider-Man. This is very important. I am Spider-Man of the pizza. Flour, take a bowl of the pasta. It's okay. 5 ساعات, 6 ساعات في الثلاجة. بعدها نطلعوا الكورة متاعت العجينة اللي بنطلعوا منها على البيتزا الإيطالية. النابوليتانا قصدي. I preparing a 2 pizza of the Naples, one margherita and marinara. Tomato è typical of the Campania. This is a marinara. I need many tomato for marinara because no have mozzarella upon the pizza. With typical mozzarella of the Naples with the many basil. Rosut cadin. Vedro un po' d'aglio. Many garlic. Yes. With many oil. For margherita.
temperatura di oven? Yes, 400 grad. شايفين بعد التجهيز هذا كله للعجينة تنحط في الفرن دقيقة واحدة 60 ثانية بس دقيقة واحدة You can look at the structure of the of this pizza. It's very crust. Oh la la. This is without nothing. Air. البيتزا جاهزة يا جماعة. Moment, are you ready? I am very ready. It's okay, divided in four parts. This. And this. It's okay, in Naples, this method for a try pizza. You close it, one part, second part, and after. Did you just say like this? Means good? Yes. الحركة هذه في إيطاليا معناها حاجة جميلة تستخدم مع كل حاجة. يعني حتى الأكل مع كل حاجة. Molto buono, جميلة. بسم الله. طبعا هذه مش أول نابوليتانا ليا في إيطاليا، كليت قبلها شبعت حاجة اسمها نابوليتانا، لكن هذه أول واحدة ناكلها في الحي الإسباني. I love it. المارينارا. Yes. عبارة عن طماطم بس. With oregano. Oregano. Oil, basil, and garlic. Garlic. بسم الله. طعمة الثوم قوية واضحة. في مزيج خرافي لما يلتقي الأوريغانو بالثوم أمي يعني في بيتنا لما تدير في البيتزا ديما تدير فيها هذه تحط في الأوريغانو وتحط في الثوم الطعمة هذه ترن في الراس أنطونيو ناريجيني غوزا This is my friend محمد ما مين ناتي مكان ما سبالا إنجليزي When you stay here in Napoli you go in the pizzeria it's at the number one I tell you, I'm Napoleon. Okay. The best pizza in Naples. هالحاجة في الحياة هذا الناس كلها تخطم قاعدة وتسلموا. أنت قاعد في قلب الحدث هنا. And after, I want you try a typical cake of my mother. Fantastic. You not trying in another part of the world. I am really. I believe so. When I travel in Italy, I see a lot of businesses. Yes. You find the son, the mother, the brother, yes. the sister in the business. Yes. Yes. You always find everyone doing something. For example, I was in olive oil farm. The sister doing the marketing, the brother is doing the harvest, yeah. and the mother is doing the phone calls and arranging it. So it's a family. And yes. now it's you. I see you, your brother and your mother. Yes. Why this is very common? Yes. A business, you take your family in your business, you are a winner. Mamma mia, vieni di qua, di qua. سمعتنا جدة. Mamma, benvenuta, mamma. Signora Rossana. Eccola qua, signora Rossana. Dagli un bacio a sto ragazzo, dagli un bacio. È bella. You are bellissima. Grazie. Ah, Gamila, Gamila. La mia maestra. Reina. Yes, Reina. Yes. Buona pizza. Ah, buona. Mamma, ma adesso gli facciamo provare la tua pastiera. نوريكم حاجة في البيتزيريا. بما أنه ما أنا أعشق حاجة اسمها مارادونا. شوفوا شن داير في المطعم نتاعه. What's this? This is a god of the Naples. This is my anima. Anima. This is a typical mask of the Naples. The name is Pulcinella. Look this. This is a VC with a Juventus. Look. Fantastic this. This is a Kim. Kim In-jae. He's from Korea. This is a Korean man. Defense of the Naples. In action with versus Milan. جماعة نابولي حاليا فرحانين للمليون لأنهم متصدرين الدوري. Congratulations. Thank you so much. This is the best. Kvaratskhelia. Georgian play football. Capitan Di Lorenzo. E capitan of the Naples. E capitan c'è un uomo in mezzo al mare. E capitano venitelo a salvare. 35 years. Yes. Very bad. Yes, very bad. Now yes. very good. Yes, very Why? good.
Why? Because for a president, give me a time, and I give you a league. Yes. In allora, this girl in the night transformers. You know transformers? Yeah, yeah. Yes. In the morning, another girl. Because only work, clean, coffee. See, yes, every coffee for a person. In the night. In the night. It's fantastic. Rita, what do you do in the night? Dancer? Yes. I go to disco. And you dance? Yes. And now you're dancing with the coffee? Yes. Later with you dance coffee, in the disco. With coffee, with water. With all things. Is this the same coffee we drink earlier or different one? This is another typology. What's the type? Yes, what's the difference? This is a light. What do you call this coffee? Does it have a name? Caffè Cola. Espresso coffee. How this coffee is different from Milano and Roma? Okay, the water, the coffee, this one, and the love. Yeah. We do coffee with love. How many coffee you take here in Naples? Because today, yes, many person take a lot. 5, 6, 7. After coffee. You say. Yes, many. Caffeine, nervous. So much caffeine. Caffeine. Yes, caffeine. Yes. Otto ci sotto tazzo fino a moc ma da arriva sulla tazzi يا جماعه انا في العاده ما نشربش في القهوه واجد لكن انا بالغصب بالسيف يخلوك تشرب قهوه قهوه رهيبه ولكن I swear this is the last coffee today you like this coffee like. Or coffee of the another bar I like this is lighter you are really yeah this is yes lighter. For Rita Because you like Rita! Close it camera! You are not close. Prego. Questo è per te. Io non vengo perché non sono telegenica. Donna Rosana, what's the name of this cake? Pastiera, dolce napoletano. This man are a fox. Di dove sei? Tu a Russia casa? Di quartiere. Quartiere? Come si chiama? Di quartiere? I quartieri spagnoli. Oh, scusa. Raggiamano. Lui è la mascotte della nostra pizzeria La Izza. Lui è una persona fantastica. Gianfranco, ma ti posso dire una cosa napoletana? You like pizza? Ti piacciono i pizze nostre, sì o no? Ehi. E lanci un bacio a tutto quanto, vai. Bella la mamma. A mamma non è buona. Yes, because not like my mother. Non buona mamma. Mamma è brava. Il khitam bel hulu. وهل يعقل ما نقولش حاجة حلوة من يدين والدتها روسانا. This is important for me because a cake of my mother. الباستيرا المكونات متاعتها عبارة عن العجينة العادية متاعت الكيكة ولكن فيها قمح وكذلك فيها الكريمة متاع جبنة الريكوتا وفيها الروح متاع البرتقال. نذوق ونقول بسم الله. أكثر حاجة يأكلوا فيها في فترة عيد الفصح عيد متاعهم عيد الفصح ما هوش توا عيد الفصح تقريبا في بداية شهر 4 أو نهاية شهر 3 لكن حاليا وصادف أننا موجود في الوقت اللي هم دايرينها فيه كيكة جميلة جدا وأحلى حاجة فيها أنه شغل منزلي شغل والدتها طعمة البرتقال أو طعمة روح البرتقال فيها واضحة I love it, this is very sweet Yeah Sweet like you, your family Thank you for having me today man Thank you so much You are a beautiful man. You are fantastic. You too, man. والله لقائي بي كان بالصدفة. وربي كتبها كان إن لقينا البيتزرية القوية هذه على فكرة البيتزرية متاعتها قوية. صح تلاقينا بالصدفة ولكن ما فيش حاجة هي عبث. كل حاجة مديورة بحسابها. And it was meant to be. To meet you and to come here. Thank you so much. Thank you. Donna Rosana. Thank you so much. Yes. Dai un bacio. Yeah. Sì. Buona. Yalla. Grazie, dici. Grazie a tutti. Dai. Saluto mamma. Le maggiori quartieri spagnoli, talonom. Cami pizzeria. Bye.